سحابة من الدخان الكثيف تغطي سماء مدينة دير الزور السورية. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن دخاناً منبعثاً من إطارات السيارات وبراميل نفط أحرقها تنظيم داعش للتشويش على طائرات النظام وسلاح الجو الروسي الذي كثف قصفه على مواقع التنظيم بالمدينة، لا سيما بعد أن خسر مواقع استراتيجية فيها. وتحتدم المعارك بين النظام ومقاتلي داعش في عدة جبهات أهمها المقابر والسكن الجامعي ومحاور غرب مطار دير الزور العسكري، وأخرى في شارع بورسعيد من جهة حيي العمال والرصافة بالمدينة ومحيطها. قوات النظام تحاول استعادة السيطرة على الجبل المطل على دير الزور والمنطقة التي سيطر عليها تنظيم داعش وتمكن من شطر المدينة إلى نصفين وحصار قوات الأسد في مطار المدينة العسكري. وفي أعنف هجوم لداعش في عام تمكن من السيطرة على أجزاء واسعة من منطقة البغيلية شمال غرب دير الزور وقتل وأعدم عددا كبيرا من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين له. نوال عياض، العربية.